قامت اليوم سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبيرة هند ديبي إتنو بزيارة إلى مستشفى الأم والطفل، وذلك للوقوف على حالة الطفل الحاج أمبدو محمد تشاري البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بتورم في يده اليسرى منذ ولادته، حيث بلغ وزن اليد 10 كيلوغراما ويعاني كثيرا من هذا الثقل. وقد تكلفت رئيسة مؤسسة القلب الكبير بالعملية الجراحية للطفل. رشاد حسن طه والتقرير. متابعة لوقوفها الإنساني والوطني وسعيها اللامحدود في مساعدة المرضى والبحث عن طرق علاجية لهم خارج البلاد وداخله، لا سيما المرضى ذوي الأمراض الصعبة والمستعصية. ها هي اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير مرة أخرى تزور مستشفى الأم والطفل وتتكفل بالعملية الجراحية للطفل الحاج أمبدو محمد تشاري صاحب 12 عاما والمصاب بمرض في التورم بيده اليسرى منذ ولادته، والذي وصل اليوم إلى 10 كيلو مما جعله لا يستطيع حملها. وفور وصولها بمستشفى الأم والطفل استقبلها مدير المستشفى وبجانبه عدد من الأطباء العاملين بالمستشفى. مباشرة توجهت سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير إلى الصالة حيث يرقد الطفل الحاج أمبدو محمد تشاري لمواساته. واستمع سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير إلى شرح موجز عن الحالة من قبل أسرة الطفل والأطباء، وتمند لهم التوفيق في العملية وللطفل الشفاء ولوالديه الصبر. وهكذا رافقت سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير وبجانبها الأطباء والوفد المرافق لها الطفل أمبدو محمد تشاري إلى غرفة العمليات. والد الطفل محمد تشاري قال إنه سعيد جدا اليوم بإجراء العملية لابنه الذي عاش سنوات عديدة بهذا المرض الذي عانى منه كثيرا، كما قدم شكره لسيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير التي تقف دائما مع المرضى وتقدم العون لهم. ولد ابني بهذا التورم في يده اليسرى، ومنذ ذلك الحين بدأ التورم يزداد شيئا فشيئا. ذهبت به إلى المستشفى عدة مرات ومرات وللأسف لم أجد علاجا، وفي المرة الأخيرة قيل لي لا يمكن أن يعالج ابنك هنا بتشاد، عليك أن ترسله إلى فرنسا. حينها قلت وأنا فقير ولا أملك ما أرسله به إلى فرنسا. بقيت في البيت حيرانا أنظر إليه وهو يتألم، وفجأة جاء إلى مدينة بول فنان يسمى كازمير، وعندما رأى هذه الحالة صورنا ونشر الصورة في شبكات التواصل الاجتماعي، ولحسن الحظ شهد من قبل مؤسسة القلب الكبير، وها نحن اليوم بمستشفى الأم والطفل لإجراء العملية. الشكر كل الشكر لرئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو وللفنان كازمير. الدكتور محمد نور أبكر جبرين المتخصص في جراحة الأطفال بمستشفى الأم والطفل وعقب خروجه من العملية قال إنهم سعداء اليوم لنجاح هذه العملية. الحمد لله عملية نجحت، والحالة ولد بتاع 12 سنة عند ورم مولود فوق من في إيد اليسار. العملية يعني سوينا قطع بتاع الإيد والباقي بتاع الإيد الفوق، الورم القاعد فوق كله يعني طلعناه لغاية للكعب فوق. بس الحمد لله طيب، عملية نجحت، وبعد ممكن خلال أسبوعين في ورم كده ورم شيء قاعد نطلعه في عملية تانية، ويعملوا بعد أبرياج يعني يعملوا تركيبة بتايدين. أما الطفلة مريم آدم البالغة من العمر 2.5 سنين هي الأخرى، أجيد لها عملية بمستشفى النهضة قبل 5 أيام في رأسها بعد أن ولدت بمرض فتق الدماغ الذي لم يسمع لها بالتحرك. ها هي اليوم رسمت بوجهها وأمها الابتسامة والفرحة، حيث عبرت والدتها عن سعادتها وقالت منذ 2 سنين لم أرى مريم تضحك بهذه الطريقة. وعليه شكرت صاحبة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى على وجودها وجهودها المبذولة لرسم الفرحة وإحياء روح الأمل في نفوس الأسر التشادية. الطبيب أجاد مراد الذي أجرى العملية قدم شكره وامتنانه لمؤسسة القلب الكبير على مبادراتها الإنسانية الخاصة لصالح الأطفال. Je tiens vivement à remercier la Fondation Grand Cœur pour son fabuleux travail.
إن مرض فتق الدماغ الذي أصاب طفل مريم حقيقة خطير، لكن بفضل الله وجهود الأطباء وبمبادرة رئيسة مؤسسة القلب الكبير لقد نجحت العملية. مريم اليوم سعيدة، وبعد 5 أيام من العملية ها هي اليوم تضحك وتلعب. وإن الفتق الدماغي المقدر ب5 كيلوات قد أزيل ونحن سعداء اليوم. وتدخل هذه المبادرة التي تقوم بها سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير في إطار الأهداف النبيلة والعون المباشر الذي من أجله أنشئت هذه المؤسسة الساعية إلى إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة ورسم البسمة في وجوه المرضى منهم.